ايه ازيكم، معاكم صلصال جديد. النهارده بتكلم عن شويه تجديدات بسيطه كده. هشيل الاستيكر المعفن ده واحط استيكر احلى منه. كنت فاكره ان الاستيكر ده هيتشال بمنتهى السهوله، وكنت بقى مشغله الكاميرا على اساس كده، بس للاسف لقيت ان الاستيكر ما بيتشالش، والحته الشفافه دي بقى سهله تتشال بمنتهى السهوله، لكن الاستيكر ذات نفسه ما بيتشالش بمنتهى السهوله، كانه بيقول انت بتشيليني ليه. المهم بدات اعمل بقى كده، وبدات اشيله واحده واحده، وندمت ان انا حطيته. فلو انت عايزه تحطي الاستيكر ده في اي حته ما تحطوش وما تشتروش اصلا، يعني شوفيه عند الراجل كانك مش شايفاه، كانه شفاف. تمام، بدات بقى ان انا اشيل، وبعد كده حاولت ان انا ادعك بالسلكه، طبعا ما ادعكش. المهم رحت جبت بقى الخلطه السحريه دي، بيكنج باودر على خل على ميه على صابون مواعين، وبدات ان انا برضو بدعك بنفس السلكه. طبعا دعكت الاول بايدي زي العاده، وايديا طبعا حرقتني وسودت كده، بقت لون المطبخ ده بالظبط. المهم رحت انا بقى احترمت نفسي ولبست الجوانتي علشان ايديا بدات تحرقني زي ما قلت لكم. المهم بقى انتوا شايفين طبعا الفرق، ان بدا يدوب الستيكر، وزي ما انتوا شايفين اللون الحلو الرمادي ده هو ده اللي ظهر. ما اعرفش بقى هو تفاعل ولا ايه، المهم ان هو بيتشال وخلاص، والحمد لله الخشب ما اتاثرش. بعد شويه كمان يعني نظفت حته كبيره، وكنت شايله هم بقى الحته اللي فوق دي. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم، يعني دي يعني الحركه دي عايزه واحده بعضلات كده، او واحد بعضلات. بعد شويه بقى كمان رحت نطفت بقى كلها، نظفت المطبخ كله، بس العلامات الحمراء دي ما رضيتش تطلع نهائيا. طبعا شفتوا ده بقى البواقي بتاعت الاستيكر، يعني ده اخرته يعني في النهايه. بعد كده بقى جبت الاستيكر الجديد ده، ده الرول كان ب45 جنيه اعتقد، هو شكل الفويل اللي هو بتاع المطبخ ده. المهم جبته، وبعد كده بدأت ان انا اقيس الارتفاع بتاع المطبخ، لقيته كان حوالي ب60 سنتي. وبعد كده بقى بدأت ان انا افكه، طبعا من الظهر كده مرسوم عليه المقاسات، فعلشان يسهلونا يعني، عشان هما ناس محترمين فبيسهلونا ازاي نقيس عليه. طبعا انا برضو ما استخدمتش المقاسات اللي ورا، عشان دي حركة غباء مني، وقست المقاسات اللي بالمتر. المتر ده عندي حاجة في حياتي، يعني ممكن ينام، يعني وانا نايمة ممكن يكون جنبي على الكومودينو عادي، لان فجأة كده بيطق في دماغي اقيس اي حاجة، فهو مهم اوي في حياتي المتر ده. المهم بقى بدات ان انا الزق الاستيكر ده، عمري في حياتي ما لزقته، اول مره في حياتي الزق استيكر، حتى الاستيكر الاولاني مش انا اللي كنت لازقاه. فالاستيكر ده بقى انا اول مره بقى الزقه، قلت لازم اعتمد على نفسي وكده. انا مش عايزه اقول لكم انا قعدت افك فيه والزق فيه كم مره، بس طبعا انا ما جبتش الفيديو كله، لان انا لو كنت جبت انا كم مره فكيته وكم مره حطيته كان ممكن الفيديو يخش على ساعه ونص. تمام، فانا يعني جايبه اللقطات المهمه وكده. بس طبعا بصوا دي حركة من الحركات، الحركة دي اتعملت معايا كذا مرة. تمام، فلو انت اول مرة تلزقي السبيكر الاستيكر وعمل معاكي كده، فما تقلقيش هيتصلح زي ما انتوا شفتوا دلوقتي اهو. بصوا بقى حلو ازاي. طبعا انا يعني شايفين انا بطبطب عليه قد ايه، قعدت بقى اعمله واحدة 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 واحدة، وبصوا النتيجة عاملة ازاي. اهم حاجة تشيلي الهوا منه علشان يبقى متساوي كده على المطبخ ويبقى شكله كويس. طبعا زي ما انتوا شايفين كده قعدت اعمل بقى ايه بقدر المستطاع ان انا اشيل الهوا منه. ده بقى في الاخر اهو بعد ما ركبته، طبعا ده المطبخ من تحت عشان كنت عاملاه من تحت برضو، لزقته بقى اهو، وبعد كده طلع اهو. بص هو انا هو جميل قوي وملمسه حلو قوي، بس انا ما اعرفش ليه حسيت ان انا حاطه حته زبده في المطبخ بتاعتي، يعني مش عارفة ليه حسيت بكده، بس هو شكله حلو ومنور لي، يعني مدي ضي للمطبخ، فحاجة كويس. وانا اصلا حطاه علشان الزيت، علشان احمي المطبخ من الزيت، عشان ده اللي جنب البوتاجاز انا حطاه عشان كده اصلا. تمام، مش حطاه اكتر من كده، ده وظيفته عندي وحلو اهو. فانتي هاتيه وجربيه، وبيتخلع بسهولة لحد دلوقتي. طيب انا دلوقتي لحد دلوقتي انا كده خلصت الاستيكر، فلو انت كنت عايزة تخش على الفيديو عشان تشوفي ازاي بتشيلي الاستيكر وازاي بتحطيه، فكده خلاص. لو انت بقى مش عايزه تشوفي بقيه الفيديو ممكن تقفلي عادي، انا مش هزعل لو انت وراكي تطبخي او اي حاجه. المهم بقى بدات ان انا انضف، طبعا انا نضفت ده بقى الفيديو تاني يوم، لان انا اول يوم اتهلكت، فانا تاني يوم اصلا لزقت الاسبيكر، مش مش عارفه في الاسبيكر بقصر معايا ليه كده. الاستيكر لزقته تاني يوم، لاني كنت تعبت من اول يوم من كتر الدعك، قلت والله العظيم انا عاملاك خلاص، وسبت المطبخ كده. تاني يوم بقى رحت بدات ان انا امسح بقى علشان انا كنت مبهدله الدنيا، وبدات ان انا انظم الخلطة الدجاج دي حلوه جدا، انا شارياها، وكمان اشتريت حمص عشان اعمل حمص الشام، وكمان اشتريت بليله علشان اعمل بليله في الشتاء بقى نتدفى بالحاجات دي كلها. المنظمات اللي انتوا شفتوها دي في فيديو ليها هحطها لكم في الاخر علشان تشوفوا لو انتوا عايزين تعرفوا انا اشتريتها منين او نظمت ازاي الدنيا.
واشتريت ينسون وحطيته، علشان مؤخرا عرفت ان اليانسون خطر، اللي هو بيبقى في البواكي ده، وبيستخدموه باللي هي الصفايه اللي انتوا شفتوها دي. وجبت طبعا صابون فيري زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا بقى هنيجي على الكاكاو. الكاكاو ده خام، اللي بيعمل بقى كيكه وكب كيك والكلام ده. هم حاطين برطمان صاج هديه معاه، وطبعا اوعوا تقولوا ان انا اشتريت عشان البرطمان الصاج، يعني اوعوا تقولوا كده، اوعوا. طبعا اشتريت عشان الكاكاو، ملقتش غير كاكاو دريم، يعني هعمل ايه، ربنا يسامحني. المهم اشتريت البرطمان ده اللون الفوشيا ده، عشان لون مطبخي فوشيا، واشتريت اللون الابيض اللي هو ورا ايدي ده، اشتريت 2 بس، ما رضيتش اشتري 3، يعني ايه، قلت ده افتراء وتبذير حرام. وده باكو كاكاو، وده عبارة عن 100 جرام، فهو حلو جدا، على سعره كان ب30 جنيه. كده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبك، ولو عجبكوش اشتراك، واستنوا الفيديوهات الجاية، ويلا باي باي.